برضو انا الرسمه ديت يعني مش هطول فيها، وانما بس يعني عشان نبقى احنا متصورين او واخدين لك فكره عن المنظر بيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين، ادي السباينال كورد او ادي الحبل الايه الشوكي بالمنظر ده اهو. شوف منظر شكله جميل جدا. وهنا هنلاحظ اللون الاصفر ده بيعبر عن النرفات او الاعصاب، وهي طالعه من السباينال كورد او من الحبل الايه الشوكي. المنظر زي ما احنا شايفين موجود هنا اهو برضو. بالمناسبه الحاجات دي بنسميها الروتس، تمام كده، اللي هي الجذور اللي بتبقى طالعه من السباينال كورد. هنلاحظ ان احنا عندنا هنا اهو، ادي طبقه الايه الديورا ماتر، ادي الطبقه اللي هي بنسميها الديورا ماتر، دي الطبقه اللي هي الخارجيه اللي موجوده بره خالص. عندنا الطبقه اللي تحتيها اللي هي طبقه الاركنويد الاكماتر، والطبقه بقى اللي هي لونها احمر اللي هي بتغلف السباينال كورد دي بنسميها البيا ماتر. هنشوف الكلام ده لو طلعنا فوق شويه. يبقى انت كده مسستم معايا او مثبت معايا ان لونها موف دي ديورا، ولونها لبني دي هي الاركنويد. برضو هنطلع فوق كده، كل دي اسمها الديورا اهي، اللي هي البنفسجي دي، ادي الديورا اهي، تمام، اللي هي البنفسجي. وهنا عندنا ادي الايه الاركنويد، والطبقه اللي بتغلف السباينال كورد او الحبل الشوكي دي بنسميها البيا. طبعا المسافه شايف الجمال دي بنسميها الايه الساب اركنويد السبيس، اللي هي المساحه اللي بتبقى تحت الاركنويد وفوق البيا، اللي بتبقى ما بين الاركنويد والبيا. واللي قلنا قبل كده ان فيها سائل مهم جدا، السائل ده اسمه السي اس اف او الثري برو سباينال فلويد. وبمناسبه هو اسمه الثري برو سباينال فلويد، يعني سائل موجود حوالين السريبرال فسميناه ثري برو، وحوالين السباينال كورد فسميناه سباينال، يبقى اسمه سريبرو سباينال فلويد، يعني السائل الموجود حوالين السريبرال كورتكس او حوالين المخ، وكمان نازل وبيبقى موجود حوالين السباينال كورد او حوالين الحبل الشوكي. زي ما احنا شايفين ادي الايه الصوره بتاعتنا. وهنا هنجد الكلمه دي اللي هي سباينال نيرف، يعني نيرف او عصب طالع من السباينال كورد او طالع من الايه الحبل الشوكي.